ازاي اتكلم مع طفلي عن مرض كوفيد 19 او كورونا فيروس؟ اول حاجه ممكن تعملها انك تساله انت سمعت ايه، ومن هنا تقدر تصلح له المعلومات الخاطئه بطريقه بسيطه ودغري. وطبعا تدي المعلومه الصحيحه على قد المرحله العمريه اللي انت بتتعامل معاها. ممكن على سبيل المثال تقول له دكتور احمد بيقول ان في فيروس جديد انتشر وبيعمل مرض زي مرض البرد، وعلى الاساس ده لازم نغسل ايدينا كويس قوي ونعطس ونكح في كمنا بالطريقه دي، ونحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نلمس وشنا. لو في اسئله هو سالها لك انت مش عارف اجابتها، قول له تعالى احنا نبحث فيها مع بعض. حاجه تانية، في اهل ساعات بيبقوا عندهم شويه ارق من اللي هم قروه، ساعتها اتكلم مع حد تاني كبير على اساس ان لما تيجي تتكلم مع طفلك بيكون حديه الارق دي قلت شويه. اخر حاجه، في كرتون او افلام قصيره عن الوعي ضد الكورونا، دي بتبقى سهله وبسيطه.